السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من تعليم الرسم مع إبراهيم عبد المقصود. النهارده لمحبي البورتريه، النهارده معانا بورتريه جميل وهنرسموه جميل جدا، وفي شغل كتير. ففنانة مشهورة، فنانة معروفة، فنانة محبوبة، فأنا مش هقول لكم على اسمها إلا لما نرسموها وتشوفوها بالظبط. هذه البورتريه اللي هيترسم معانا. تعالوا بقى كده هنرسمهم ازاي. بس انا اول ما بدأ اشتغل ما تنسانيش في اللايك وما تنسانيش في الشير. تعالوا نشتغلهم ازاي. هنشتغلهم الفنانة دنيا سمير غانم. طبعا دي العين، انا بشتغل العين ازاي. طبعا بشتغل الاول بقلم خفيف، بعد كده بشتغل بقلم تقيل. طبعا انت خد بالك معايا، وممكن تجيب ورقه وقلم لو عايز تشتغل معايا، اشتغل معايا واحده واحده. يبقى انا حسيتنا برضو البورتريه شغاله عادي، مفيش اي حاجه، وانت في البيت كل حاجه بتوصل. بس طبعا البورتريه عايز واحده واحده، البورتريه عايز واحده واحده عشان الملامح ما تهربش منك. ده قلم فحم هارد. دلوقتي هنخش بقى بالقلم الفحم السوفت. انا بشتغل بقلمين، قلم هارد وقلم سوفت، عشان برضه تبقوا انتوا فاهمين احنا شغالين ازاي. Thank you.
وبكده يبقى احنا خلصنا البورتريه اهوت، البورتريه اهو. يبقى كده ايه البورتريه طبعا دي معروفة، فنانة معروفة دينا دنيا سمير غانم. وما تنسونيش بقى في الاشتراكات، ما تنسونيش في الاشتراكات، وإن عجبك الفيديو اعمل لايك وإن شاء الله هيعجبك، وإن شاء الله في فيديو جديد في بورتريه جديد مع شخصية جديدة إن شاء الله.